ما في النادي ده اختياري. لعبت فترة كبيرة جدا في الزمالك. جالك في وقت من الأوقات الأهلي؟ 3 مرات. 3 مرات. رحت مرة قعدت؟ 3 مرات قعدت. 3 مرات قعدت ليه؟ قعدت مع مين؟ أول مرة قعدت في البيت عند الكابتن المهندس عادل القيعي والأستاذ جمال جبر. وما مضيتش؟ لا. ليه؟ تاني مرة يعني اختلفت ماديا ولا اختلفت في ايه؟ دي الاسئله العاديه لا بص كابتن سيف، انا ما يعني تاني هقولها تاني، يمكن احنا قلناها او قلتها كم مره قبل كده في الاعلام. انت بتطلب ان انت يقعد يتقعد معاك، ما ينفعش ما تلبش الدعوه حتى لو انت مش هتلعب. والله يا كابتن، كلام بقى والله كابتن. الحسبه بالنسبه لي كده، انت راجل بتلعب في الزمالك، راح تقعد مع مسؤول الاهلي، مش هتقعد غير وانت راح تخلص. لا والله يعني راح تتعرف على كابتن عدلي؟ اتطلبت. ما هو الفكره كابتن سيف ان انت بتطلب يتقعد معاك، وانت ممكن الكلام ما بيعجبكش، او ممكن الحوار ما بيعجبكش، او ممكن اللغه ما بتعجبكش، وبعد كده بترفض انت. طب اختلفت في ايه مع كابتن عدلي؟ لا انا في كابتن عدلي كان الكلام كله برضو ماديا معاك، انت هتاخد ايه؟ ماشي. الفكره كابتن سيف ان انت كل مره كنت ببقى عقد بينتهي كان النادي الاهلي بيفاوضك، وبعد كده انت ما توافقش. يعني برضه ما وصلناش الاختلاف في ايه. ما هو الاختلاف ان انت اصلا مش موافق على الموضوع. حد بيروح يقعد 3 مرات وهو مش موافق؟ والله العظيم ما موافق، والله العظيم ما موافق. انا ما بكدبش على فكره. وعلى فكره انا عندي من الشجاعه ان انا اقول انا اختلفت في كذا واختلفت في كذا. ده تقريرك؟ ما عملت زي احمد فتحي الزمالك واخترت الانتماء ورفضت الفلوس. بس احمد فتحي معذور. واحمد فتحي مش ابن النادي الاهلي. انت قلت الكلام ده؟ لا انا ما قلتش ان انا ما عملتش زي احمد فتحي. انا قلت احمد فتحي عنده حق ان هو يمشي، انما انا اخترت المكان اللي انا متربي فيه. انت قلت ما اخترتش الفلوس يعني. انما فكره ان احمد فتحي، لا احمد فتحي مش ابن النادي الاهلي، دي حاجه. الحاجه الثانيه احمد فتحي ما ينفعش يا كابتن سيف تبقى انت بتكلمني على المثاليه وانت ما عندكش مثاليه. ازاي؟ ما انت دلوقتي احمد فتحي لعيب كبير، وشايف مع حسام عاشور بيتعامل معاه كده، وشفت حسام غالي قبليه يتعامل معاه كده. طب ما انا هيتعامل معايا كده، هيتعامل معاه كده، ما تيجي تبطل. طيب ما هو برضه في رؤيه فنيه يا كابتن. هو ليه كل لعيب بيبطل بيبقى دايما النادي هو اللي ذبح؟ ايه علاقه النادي؟ طب انا دي علاقه فنيه. انت كلاعب، انا كلاعب تاخد فلوس تلعب لحد طول ما انت واقف على رجليك. طب ما انا كنت واقف على رجليا ومشيت. يبقى الجهاز الفني ما كانش عايزك؟ لا للاسف انا كنت بلعب في الفتره دي. ايوه انت مشيت ليه؟ ما هو مشيت دي انا والله لحد دلوقتي يعني مش عارف. ما بتقولش نكت دمك تقيل؟ ممكن. ايه طيب؟ مش دمي مش خفيف. ايوه اصل ايه السبب؟ قصه انتخابيه. ها؟ هي تاني قصه.